السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ميس عبير سمير. بيتجدد لقائي مع طلابي حبايبي طلاب الصف الثالث الابتدائي. نكمل مع بعض النهاردة شرح دروس منهج الساينس، احنا في theme 2 أو unit 2 يعني في chapter 1 منها فأخره. بنتكلم عن الـ changes in environment. سبق وقلنا في الفيديوهات السابقة إن الـ habitat أو الـ environment البيئة للـ living organisms أو الكائنات الحية اللي بتعيش فيها. طيب في بعض الـ changes أو بعض التغيرات اللي بتسبب كده problems أو issues، مشكلات للبيئة. حاجة مثلا زي الـ fire، الحرائق دي مشكلة. حاجة برضو زي الـ flood، الفيضان. تبص تلاقي كمية مية كتيرة، increase the water amount أو زيادة كمية المية in short period of time، في خلال زمن قصير أو فترة زمنية قصيرة. دنيا مثلا تمطر فيجي مجموعة من مية كتير جدا، large amount of water in short period of time، وقت قصير تمطر كتير 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 فتغرق الدنيا، تعمل flood، فيضان زي ما احنا شايفين. ويعتبر كده بيسبب دمار، لان زي ما انتم شايفين بياخد الحاجه معاه وبيمشي من كتر كميه الميه اللي فيه. فدي تعتبر بروبلمز او مشكله بتواجه البيئه اللي عايشين فيها. في برضو البولوشن، البولوشن التلوث زي اللي طالع من دخان المصانع والعربيات، ده كله بيعمل اير بولوشن او تلوث الهواء. في الدراوت، الدراوت يعني الجفاف، وده عكس الفلود اللي خدناه من شويه. احنا قلنا الفلود الفيضان ان كمية المية تبقى كتيرة جدا في فترة زمنية قصيرة، في وقت قصير مثلا تمطر كتير كتير ورا بعض ورا بعض، فالمية تبقى كتير تعمل فلود فيضان. المية تكتر مثلا في البحر عن البيتش او عن الشط، فتبقى المية بقت عالية عن الشط فتخش تغرق المدينة دي او المكان ده. لكن العكس في الدراوت الجفاف، لا ده بقى في ليك اوف ووتر، lake of water، نقص في المياه لفترة طويلة for a long time، فتسبب ان الارض كده زي ما انتم شايفينها dry، بتنشف لان ما بقاش فيها مية، فده اللي اسمه drought او الجفاف. تعالوا نشوف مع بعض مثلا. In this program we're going to learn about droughts. What is a drought? A drought is an unusually long period of time without rain that causes problems in nature and for humans. Plants and animals die. شايفين المنظر؟ قد ايه الارض ناشفه وليك اوف ووتر، نقص ميه للونج بيريد اوف تايم، لفتره طويله جدا ما فيش ميه، عشان كده الارض ناشفه يعني. Exclusives on Sunday morning. State broadcaster CCTV reported, after which the water level was expected to drop by 70 centimeters, 2 feet. The water released is being channeled into two storage ponds on a floodplain that can hold more than 60 meters cubic meters, 2.1 billion cubic feet of water. Water levels on many rivers have been unusually high this year because of torrential. كمية المية تزيد قوي وقت قصير فتسبب غرق ليه. طب يا ترى ايه حل المشكلتين دول؟ ده دام او الهاي دام. احنا طبعا عندنا حاجه اسمها الهاي دام او السد العالي جنوب اسوان اللي امر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ببنائه في 1970. الدام او السد هو بناء كده في عرض النهر، المفروض ان هو بيخزن المياه الزائده، لان ساعات منسوب المياه بيعلى قوي وبتيجي زياده المياه، فده اللي بنسميه الفلود او الفيضان. وساعات بيحصل ليك اوف ووتر او نقص في منسوب الميه، وده بنسميه دراوت او جفاف. طب ما احنا عايزين نعمل ايه؟ زمان كانت بتيجي الميه كتيره قوي في حاله الفلود او الفيضان وتغرق زي ما شفنا في الفيديو اللي قبل ده، تغرق كل الارض وتخش على البلد دي تغرقها وتغرق المحاصيل والزرع. فبداوا يعملوا الدام او السد. السد ده قلنا بناء في عرض النهر بيبدا يخزن الميه الزياده في الوقت الفلود او في وقت الفيضان، عشان لما يجي بعد كده، اولا عشان احنا نتحمي من خطر الفيضان او خطر الفلود وما يغرقش الاراضي ولا المزروعات ولا الاماكن والبلاد، وتاني حاجه عشان نقدر نستفيد بكميه الميه اللي كانت زياده في الوقت ده في وقت الدراوت او في وقت الجفاف، لما الميه تقل احنا خلاص مخزنين ميه من ايام الفلود او الفيضان، فنقدر نستفيد بيها في وقت الدراوت او في اوقات الجفاف. فده طبعا
المثال للدام ده الهاي دام او السد العالي في جنوب اسوان اللي قلنا الرئيس جمال عبد الناصر امر ببنائه سنه 1970. طيب نيجي بعد كده نتكلم عن ايه؟ دي مجموعه اسئله كده، ده عن الهابيتات اللي اخذناها قبل كده، تقدروا تعملوا سكرين شوت ليها وتقدروا تبداوا ان انتوا تطبعوها او تكتبوها في النوت بوك بتاعتكم وتحلوا. نيجي بعد كده Chapter 5 بنتكلم اسمه water, water everywhere، في كل مكان هنلاقي الماء. لازم أبقى عارفة أن الهيومن بودي أو جسم الإنسان في 72% of water، هو more than 70 يعني أكتر من 70% من جسمنا consist of water، بيتكون الماء. الواتر دي ليها importances وأهميات كبيرة جدا، إن إحنا بنعمل drinking نشرب، cooking بنطبخ ونغسل الخضروات والفواكه بالمية، washing ourselves أو taking shower بنستحم بالمياه، watering plant بنروي ونسقي الزرع، transportation إن في boats أو في ships مراكب بقى وقوارب بتمشي في المية فبنستخدمها كوسيلة للtransportation أو وسيلة نقل ومواصلات تنقلنا من مكان للتاني. طب ما أنا عرفت إن المية مهمة، أعمل إيه؟ ايه الways to conserve او save water at home؟ انا اوفر الميه واحافظ عليها ازاي في البيت؟ في مجموعه behaviors او سلوكيات لازم نحافظ عليها to save the water عشان ننقذ او نوفر، يعني نوفر الميه ونرشد في استهلاكها، ما نبقاش كده بنستخدمها استخدام غير رشيد او بطريقه غير حكيمه فالميه دي تخلص وتضيع مننا. لازم نحافظ على نقطه الميه لانها حياه مهمه جدا. ممكن take shorter bath أو take shorter shower، ما نقعدش بقى ساعتين ثلاثة بنستحمى، ناخد short كده shower. Turn off tap after each use، إنت خلصت استخدامك للحنفية بتبدأ تقفل turn off tap، تقفل الحنفية ما تسيبش المية كده شغالة على الفرن. Turn off tap while brushing teeth، ممكن وأنا بغسل سناني آخد شوية مية in a cup في كوباية وأبدأ إن أنا أستعملها في تنظيف أسناني. مش لازم اسيب الحنفيه بتاعه الميه شغاله طول الفتره دي. Turn off tap while applying soap، يعني بتحط مثلا صابون على جسمك، بتحط مثلا شامبو، في الوقت ده بنقفل الحنفيه. يبقى احنا لازم نراعي استخداماتنا للميه ونعمل behaviors نتعود عليها او سلوكيات معينه بتحافظ على الميه دي وبتوفرها. في بعد كده الووتر، في حاجة اسمها sources of water. Sources of water يعني مصادر المياه. أنا ممكن ألاقي المية في الأوشن المحيط، pond البركة، lake البحيرة، river النهر. بس المية هنا هتبقى زي اللي هنا؟ أكيد لا، ده في مية مالحة ومياه عذبة. العذبة زي الايه؟ الفريش ووتر اللي موجودة في الريفر مثلا، في الأنهار، lakes البحيرات، underground water المياه الجوفية اللي تحت الأرض، زي اللي في الأواسس أو في الواحات بيستخدموها، هي بتبقى أرض خضراء كده وسط الصحراء، المفروض في وسط الصحراء في جزء كده اسمه الأواسس أو الواحة، ده بيتزرع ليه؟ أو الناس عايشة فيه ليه؟ اعتماد على الـ underground water أو في مية ربنا بيبقى خالقها كده في جوف الأرض، في بطن الأرض، في بير مثلا. فدي بقى الـ underground water أو المية الجوفية دي اللي في عمق الأرض دي، دي بتبقى fresh water. في السولت ووتر او المياه المالحه زي اللي في السي وانت بتعوم في البحر كده وشويه من الميه بتاعه البحر جت ناحيه كده الماوث بتاعك هتحسها سولتي تيست مملحه لان في ملح فيه، وكمان الاوشن المحيط. ومعلومه كمان لينا ان الليكس او البحيرات في منها في فريش ووتر وفي منها بالسولتي ووتر، يعني في ليكس وانواع بحيرات فيها ميه عذبه فريش ووتر، وفي ليكس وبحيرات ثانيه فيها سولتي ووتر مياه مالحه. ولازم نبقى فاهمين ان السولتي ووتر في الايرث بلانيت جريتر ذان الفريش ووتر، المياه المالحه نسبتها اكبر. طب الميه وهي ليكويد ووتر كده بالنسبه لو هي فروزن، مش احنا خدنا في الهابيتت في حاجه اسمها مثلا البولر هابيتت، فاكرين البيئه القطبيه البولر اللي كانت الارض فيها متغطيه بالسنو اند ايس الثلج؟ طب ما هو ده ووتر برضه بس متجمد فروزن في شكل ايس ثلج، يا ترى مين اكتر؟ هنلاقي ان ده اكتر من الليكويد ووتر. الميه وهي سايله ليكويد ووتر كده زي اللي في البحار الانهار المحيطات بتكون سمولر ذان كميتها، البرسنتيج نسبتها سمولر ذان، اقل من نسبه الفروزن ووتر من الايس، يعني اقل من الثلج.
ده شكل الأواسس أو الواحة. والواحة أو الأواسس عبارة عن smaller area أو small area in a desert، منطقة كده صغيرة في وسط الصحراء هتلاقوها خضرة. خضرة ليه؟ لأن بيزرعوا فيها plants، نباتات، وفي حياة هناك، الناس عايشة. شايفين الصورة اللي تحت دي؟ دي المياه اللي قلتها لكم اسمها underground water، المياه الجوفية، تبقى في الأبار وفي العيون، ربنا خلقها كده في جوف الأرض، في بطن الأرض. المياه دي بتكون fresh water، مياه عذبة، يقدروا الناس يستخدموها في حياتهم اليومية، وكمان to watering أو to water the plant، عشان يسقوا ويرووا الزرع. سيوة أواسس أو واحد سيوة، هنلاقي إن هي مشهورة بإيه؟ مشهورة بplants أو نباتات زي الديت، palm and olives، زي الزيتون وزي النخل. طب الموست فيمس أنيمال، الأنيمالز اللي لقيها في سيوة، الولف والوايت دير. طبعاً في أنواع نباتات هناك بنسميها سبيرمنت، ودي يوزد فور ميديسن، يعني مش كل النباتات اللي بتزرع هناك خضار وفاكهة أو أوليف وديت بلح ونخل وزيتون، نخل بيطرح بلح وزيتون، لا، ده في الاسبيرمنت كمان اللي بتستخدم فور ميديسن، يعني في نباتات عشبية طبية بيستخدموها في صناعة الأدوية. الجزء ده بنتكلم فيه عن الووتر سايكل، المية كأنها ماشية كده في حلقة مقفولة، في دايرة مقفولة، بتتغير من state to another، من شكل للتاني. لازم أبقى عارفة إن الستيتس أوف ماتر أو حالات المادة ثلاثة. لو حاجة كده ناشفة قدامك زي التيبل مثلا والديسك، هنقول عليها سوليد، مادة صلبة. لو كانت سايلة زي المية، الميلك والأويل والووتر، كل الحاجات دي بنسميها ليكويدز أو سوائل. لكن لو كانت زي الهواء، الاير ده، هنسميه جاز. هل المية تقدر تتحول من شكل ومن ستيت، من حالة للتانية؟ اه، بس نأثر عليها باي هيتنج او باي كولينج، يا نسخنها يا نبرد. فلو جيت مثلا واعملوا لي الحاجات دي، الاكتيفيتي سهله جدا في البيت. بنجيب كوبايه ميه او البتاعه بتاعت مكعبات التلج دي، بتحط فيها شويه ميه، الميه اللي انت حطيتها دي ليكويد، لو دخلتها الفريزر هتتحول لايس، صح؟ يبقى الووتر اللي كانت ليكويد، الميه السايله، تحولت لايس او لتلج ازاي؟ حطيتها في الفريزر، يعني سخنتها ولا بردتها؟ عملت لها هيتنج ولا كولينج؟ لا، باي كولينج، انا بردتها ودخلتها الفريزر. يبقى الفريزنج هو ايه؟ هي ان الووتر تشينج انتو ايس، الميه تتحول لتلج باي كولينج، بالتبريد. والعكس لما بتخرجها بقى بره، جبت مكعب التلج الكيوب اوف ايس وخرجته بره، حطيته عادي في طبق كده على الترابيزه قدامي، ولاحظ لي هيحصل فيه ايه؟ هيبدا يحصل تشينج للايس دي، وحته التلجه دي تبدا يحصل لها ميلتينج وتسيح، يعني تتحول لووتر تاني. بس ده باي هيتنج بقى في الحاله دي، لان انا لما طلعت التلجه من الفريزر، جو الاوضه اللي احنا فيها اكيد اسخن من الفريزر اللي التلجه دي خارجه منه. العكس هنا، او تعالوا بقى، الميلتنج عكسها الفريزنج، الميلتنج ان التلج ساحت، عكسها الفريزنج ان التلج او الميه ترجع تجمد وتبقى تلج تاني. لما اتكلم عن الايفابوريشن والكوندنسيشن، الايفابوريشن وقف جنب ماما في المطبخ وهي بتغلي اي حاجه على النار او شويه ميه على النار عشان تعملوا كوبايه شاي مثلا، هبص الاقي الميه الووتر لما حصل لها بويلينج او هيتينج، سخنت وغليت على النار، اتحولت لجاز. بصيت لقيت حبه من الميه كده بتتحول لووتر فيبر، لبخار اللي هو الجاز. يبقى ده معناها ان الووتر تشينجز وتحولت لووتر فيبر، للبخار اللي انت شايفه طالع دلوقتي في الحله، باي هيتينج، بالتسخين، وده اسمه ايفابوريشن. لكن لو جيت عند الووتر فيبر، الفيري هوت ووتر فيبر، البخار السخن اللي طالع ده، وحطيت مثلا كولد بليت، طبق بارد، هتلاقي فيه نقط ميه بتتكون. زي ماما وهي بتطبخ الاكل وجايه تفتح غطا الحل عشان تقلب مثلا الاكل، هتلاقي فيه نقط ميه، دروبس اوف ووتر بتنزل من الغطا. ليه؟ لان الفيري هوت ووتر فيبر او بخار الميه السخن جدا، لما طلع تاتش الكولد بليت او الكولد ليد، طلع لمس بقى الطبق السائع او غطى الحله السائعه، بدا يحصل كوندنسيشن، البخار ده بدا يتكثف، يتقل تاني، يرجع لووتر.
وفي جزء اخير في الجزئيه دي في التشابتر ده بنتكلم فيه عن يعني ايه الفرق ما بين كلمه ويذر وكلمه كلايمت عشان وانتوا بتتابعوا حاله الجو. الويذر ده هو عباره عن اللي هو الطقس، هو عباره عن condition of the atmosphere are over a short period of time. يعني لما يجي في التلفزيون يقول لك حاله الجو لمده يوم يومين او ثلاثه، لمده يوم او يومين او ثلاثه ادي مده قصيره short period of time، يبقى ده اسمه weather اللي هو الطقس. لكن لما يجي يتكلم عن حاله الجو لمده كذا شهر long period of time لوقت طويل، ده بنسميه climate المناخ. يبقى في فرق ما بين كلمه weather وما بين كلمه climate. كلمه weather لما بوصف حالة الجو لمدة زمنية قصيرة من يوم لثلاثة، يبقى هي condition of atmosphere are over a short period of time، حالة الجو لمدة قصيرة من يوم لثلاث أيام، بسميها weather الطقس. لكن الكلايميت المناخ إن إحنا نوصف الأتموسفير بس over long period of time، بوصفه لمدة زمنية، بوصف حالة الجو لمدة زمنية طويلة ممكن تكون كذا شهر. بالجزء ده نكون خلصنا الشابتر ده كمان، وهنتقابل مع فيديو اخير نخلص فيه ان شاء الله منهج الديسكفر لسنه ثالثه الترم الاول كامل. انتظروني على قناه اليوتيوب اشياء الساينس وجروب الفيس تعالوا نتعلم صح مع ميس عبير سمير.